تحية رمضانية لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج ديوان رمضان على شاشة قناة المهرية. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، كما كل الحلقات، سنتناول قضايا تهم المجتمع اليمني وأيضا تهم الأسرة اليمنية، وأيضا سنتطرق إلى العادات والطقوس الرمضانية، وذلك عبر قالب فني وخفيف. هلا. بالفعل علي، سنتطرق خلال جلسات ديوان اليومية لعرض العديد من المبادرات المجتمعية، وسيكون لنا وقفة طبية نتزود فيها بالثقافة الصحية، أيضا العادات والتقاليد، وننقل لكم طقوس رمضان ويومياته الجميلة، فتابعونا. أهلا بكم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. إذن مرة أخرى يأتي رمضان المبارك، ضيف خفيف على مضيفيه، وهم مبتهجين فرحانين مستانسين أيضا بهذا الشهر الروحاني. لكن ما يجعل هذه الفرحة ناقصة هو ما يعاني أصحاب الأمراض المزمنة في فراشهم وأمام أهاليهم. هلا. صحيح علي، لكن مع ذلك يسر هؤلاء أن يعيشوا نفحات هذا الشهر، لم يقفوا عاجزين أمام إصابتهم ومرضهم، بل مارسوا بقية شعائر رمضان اللي قدروا عليها، محتسبين الأجر والمثوبة وشاكرين الله تعالى على هذا الابتلاء الذي قابلوه بالصبر والشكر. فكيف بيقضي أصحاب الأمراض المزمنة حياتهم مع رمضان؟ نشوفها معكم في هذا التقرير، نتابع سوية. كغيرهم من المسلمين في أرجاء الدنيا، يستبشر أصحاب الأمراض المزمنة برمضان، ويقضون أيامه ولياليه كلا وقدرته وطاقته التي وهبها الله لهذه الفئة من الناس التي تعاني مرضا منعها عن إقامة بعض شعائر الشهر الفضيل، إلا أنها ممتثلة للأمر الإلهي وراضية بما كتب الله لها. الحاج محمد الحريف مصاب بفشل كلوي ألزمه الجلوس لغسيل 3 أيام كل أسبوع، مما جعله غير قادر على إتمام صيام رمضان، ويتصدق عن كل يوم من أيام الشهر الفضيل لا يتمكن من صيامه، إلا أنه يقول بأنه يمارس حياته بطبيعتها، ولم يقف المرض عائقا بينه وبين حضور الصلوات في المسجد وشهود صلاة التراويح. لقضي حياتنا الطبيعية مع الأهل في المنطقة اللي احنا عايشين فيها، والحمد لله إذا جاء وقت الصلاة رحنا المساجد، خلينا ما شاء الله وقرينا من القرآن واستغفرنا وسبحنا، إلا أننا فعلا يعني ما نقدر نصوم بسبب المرض، ونذهب نفطر مع الأهل ونصلي في المساجد من فضل الله، وماشي يعني كل شيء تمام يعني الحقيقة يعني. في سماحة ديننا الحنيف أنزل التكليف والوجوب عن إقامة بعض الشعائر الدينية، ومنها الصيام عن غير القادرين عن إتمامها، وشرع لهم عبادات أخرى يقومون بها بدلا من الأعمال العبادية التي قد تكون مرهقة لهم، مما جعلهم في ارتياح تام ولم يشعروا بالتقصير أو الذنب، ويشكرون الله تعالى أن يسر لهم أمورهم العبادية. الأمراض المزمنة خاصة ومنهم مرضى السرطان يقضون شهر رمضان يختلف من شخص لآخر على حسب عمر الشخص ومحدودية الأمراض الأخرى التي عنده، إذا كانت في أمراض مرافقة مثل أمراض السكري والضغط أو أمراض أخرى مزمنة، فأغلب المرضى يعني يفطرون نهار رمضان ويقضون بدفع بإطعام مساكين، لكن في مرضى شباب وعلى حسب تشخيص المرض النوع السرطان اللي عنده، بعضهم ممكن يقدر يصوم، ما فيش مشكلة في الصيام، هذا الصيام يكون لهم مساعد في بعض الأشياء. لم يسقط التكليف العبادي عن أي فرد من المسلمين، وإنما يتفاوت القيام بالتكليف بحسب قدرته واستطاعة العبد، فمن سماحة ديننا الإسلامي أنه لم يشق على مسلم ولم يكلف الله النفس إلا وسعها لتكون راضية بما قسم الله لها، ممتثلة لأوامره وطاعته.
إذن مشاهدينا لنقترب أكثر حول هذه الفئة، فئة أصحاب الأمراض المزمنة وكيف يعيشون هذا الشهر الفضيل. يسعدنا أن تنضم إلينا في الاستوديو الدكتورة ملك الحميري وهي أخصائية علاج طبيعي وتغذية. أهلا بك دكتورة، رمضان كريم. كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم على الجميع. طبعا اللي يعانوا من مرضى الأمراض المزمنة من أصعب الأمراض، وهي أكثر من مرض. نبدأها بمرض السكر، لأن المرض السكري يعتبر سيستم ديزيز الذي يساعد في عدة أمراض أخرى، يعني يجلب أمراض الضغط، أمراض السكري، أمراض السكري المعتمد على الأنسولين غير معتمد على الأنسولين، ويوجد عندنا مرض السكري الذي يعتبر من أخطر الأمراض المزمنة التي تتطور مع مرور الوقت. فأكثر مرض السكر يصاب بمرض قصور في الكلى، قصور في وظائف القلب، قصور كمان في تروية الأطراف بالدورة الدموية، قصور في الأوعية الدموية. نعم. طيب لكن مثلا نتحدث هذه ربما في بقية أيام السنة وكل أيام العام يعيشون في هذا الوضع، هل مع شهر رمضان بيختلف خاصة مع الصيام، ربما يختلف وضعهم، أمراضهم ممكن تتطور سلبا، حالاتهم فعلا والمضاعفات؟ نعم، احنا بنتكلم اول حاجه عن تطور حالات مرضى السكر المسموح له بالصيام والغير مسموح له بالصيام، بعدين نتكلم عن الامراض الاخرى. مرضى السكر يعتبر في غير معتمد على الانسولين ومعتمد على الانسولين. الغير معتمد على الانسولين الذي يصيب الاعمار الكبيره ما فوق سن الثلاثين وما فوق، رقم واحد صحيح؟ نعم، الغير معتمد على الانسولين الواحد اللي هو المعتمد على الانسولين، ويصيب الاعمار الكبيره وما فوق، هذا يقدر المريض فيه يضبط نظامه الغذائي ويضبط يومه ويقدر يصوم واموره تكون جيده. المعتمد على الانسولين بالذات الاعمار الصغيره، الاطفال الذي من فوق من سنه، هو يصاب من سنه وما فوق لعشر سنوات، اللي يصابوا بمرضى المعتمد على الانسولين هذول بالذات الاطفال الاعمار العشر السنوات ال 11 السنه، هذول استحاله انهم يصوموا. صحيح. يؤثر عليهم. حتى المضاعفات بتكون أكثر عالية، يعني نظام الكربوهيدرات بيكون صعب عليهم. كان في دكتور يتحدث عن هذا الموضوع وقال إنه يعني إصرار الناس على صيام رمضان خاصة لمرضى السكر بيضاعف من حالتهم أكثر فأكثر، وخاصة بعد رمضان هو بيجد نفسه إنه تمام ما فيش أي مشاكل أيام الصيام، لكن المضاعفات بتكون فيما بعد. الفترة المجهدة ليس في ارتفاع السكر، في الهبوط. هي من أخطر ما يواجهها مريض السكر، لأن هبوط السكر يجي بشكل مفاجئ فيخفض نظام الجسم كامل. فهذه في اللحظة الإسعافية اللي هي نعطي المريض على طول العصير، بس يرتكبوا خطأ كبير بأنه لما نعطيه العصير لازم بعد ما نعطيه عصير لازم نعطيه كربوهيدرات وجبة. الكربوهيدرات هي تحافظ على وقت طويل بأن مريض السكر يحافظ على أنه السكر مضبوط ويكون في توازن وفي توازنه ما ينخفض بشكل مفاجئ. وكمان نسبة جرعات الأنسولين أخذها وطريقة نظام الوجبات والسحور يأثر كثير على مريض السكر بأنه وقت الصيام أنه يقدر يكمل يصوم لنهاية اليوم أو ما يكمل. يعني دكتورة لازم يكون حتى الوجبات اللي تقدم لأصحاب الأمراض المزمنة كما تفضلتي مرضى السكر بالتحديد لازم تكون أشياء معينة، مثل إيش مثلا ممكن أنهم يلتزموا بهذه الوجبات؟ لازم نظام، لازم يكون تكون غنية بالكربوهيدرات. اللي هي الكربوهيدرات عبارة، نعم، هي عبارة عن بروتين، لحم، بطاطا، عدس، لبن، خبز أسمر، فول، خبز أسمر، تعطي وقت طويل في عدم الشعور بالجوع. لكن لما المريض السكر ينخفض بشكل مفاجئ بطريقة أخذ جرعات الأنسولين تكون منتظمة من قبل استشارة طبيب السكر، نظام الأخذ الأنسولين، جرعة المريض السكر لما يأخذ الأنسولين يتأخر أكثر من ساعة على موعد الوجبة، هنا يدخل في في لخبطة في سيستم نظام السكر. صحيح. يعني أصحاب الأمراض المزمنة يعانون كثيرا وخاصة مرضى السكر والقلب والكلى وغيرها من الأمراض، لابد أنهم يعانون وأيضا أهليهم يعانون معهم ويشاطروهم الألم والمرض. حدثينا أكثر، كيف ممكن أن يخلق هؤلاء المرضى جو رمضاني مميز بالنسبة لهم، يمارسون كل طقوسهم وعاداتهم ووجباتهم المفضلة وبحيث أنهم يتعايشون مع هم منهم غير المرضى؟ يعني نعم، إحنا نتكلم بشكل عام، مرضى الضغط، مرضى السكر، مرضى الكوليسترول، لازم تنظيم موعد الوجبات.
تنظيم موعد الوجبات مهم جدا، وعدم الأكل دفعة واحدة. لما إحنا وقت الأفطار في الأخطاء اللي إحنا نرتكبها في وقت السفرة تكون الأكل مليانة سمبوس والشفوت وكل الأكل ورموز، يعني وجبة واحدة تكون. نعم. الأفضل إنه ما تكونش بهذه الحالة. نعم، لازم أول حاجة ما تكونش الأكل دفعة واحدة، سواء كان مريض قلب أو مريض سكر أو مريض كلى. حتى مريض الكلى ما يقدر يأكل دفعة واحدة. لازم تقليل كمية الأكل وتوزيعه على مراحل، كذلك شرب الماء تقليله وتوزيعه على مراحل. فهذه يساعد الإنسان، تساعد أي مريض أنه يقدر يصوم ويوزن نظام السوائل في الجسم، يوزن نظام الكربوهيدرات في الجسم، يوزن نظام النشاط والراحة في الجسم، فما يحس بأي إعياء ويقدر يكمل صيامه وهو مرتاح. بخلاف إذا تطورت إذا كانت المراحل المرضية متطورة، مثل مرضى الكلى اللي يعانوا من غسيل دموي، هذا مستحيل أنهم يصوموا. صحيح. خلاص. ومثلا عندنا كمان اللي يعانوا من مشاكل قصور في عضلة القلب وأمراض، عشان ما يدخلوا في مراحل صعبة. إحنا طبعا ما هم صعب أنهم يستمروا في الصيام، لأن الإجهاد يعمل لهم هبوط في الدورة الدموية وخفقان، فيضطر أنه يأخذ الحبة. فعشان كذا لازم يهتموا أكثر حاجة، نركز على تنظيم الوجبات. توصية الطبيب جميل. أيضا نعم. مهمة للتزام بها دكتورة. طب هذول أصحاب الأمراض المزمنة عادة يجي لهم المرض أو حالة مزاجية في وقت مش محسوب له مثلا، يعني كيف نستطيع أنه نتعايش مع الحالة المزاجية لأصحاب الأمراض المزمنة هؤلاء؟ طبعا في حاله مزاجيه لمرضى السكر من اكلين السكريات والحلويات، وهم معتمدين على الانسولين. وهذا الشيء من اخطر الاشياء اللي يرفع لزوجه الدم ويدخل المريض في امراض جلطات وامراض هو في غنى عنها. فاحنا لازم المريض يكون عنده ثقافه في مشكلتها المرضيه، واللي يستحب واللي ما يستحب. طبعا لا يكون في حرمان كامل، يكون في حرمان بسيط، بحيث انه المريض يعني مثلا ياخذ قدر بسيط من الحلويات او يمارس شويه من النشاط الرياضي، بحيث ما يعمل اجهاد لجسمه، ويحاول انه يوزن النظام الغذائي، يوزن نظام السوائل، يوزن نظام النشاط الرياضي حتى لو كان على طريق المشي. فقط يعني هو ثقافه، هي ثقافه حياه، والمريض لازم يعرف مرضه ومشاكله الصحيه ايش تستدعي من الإجراءات والخطوات حتى أنه يتبعها. نعم. أيضا دكتورة ملك، المصابين بالأمراض المزمنة كمرضى اللي هي السكري بالأصح وغيرها من الأمراض المزمنة يصرون على الصيام رغم توصيات الطبيب وتوجيهاته بعدم الصيام، لنظرا لأن هناك مضاعفات كبيرة ستكون لهم لاحقا. كيف من الممكن أن نقنع هذا المريض بعدم الصيام والالتزام بتوجيهات الطبيب من ناحية نفسية؟ إقناع المريض هي ما هي مشكلة إقناع المريض، إقناع المريض هو مقتنع أنه هو مريض، لكن المريض هو يحب أنه يقيم شعائر الله ويصوم ويحب الأجواء الروحانية والدينية. بعدين الصيام لا يشكل خطر على أي نوع من أنواع المرض إلا في حالة واحدة، إذا بدأت تظهر المضاعفات. انخفاض السكر، هنا في مشكلة، لازم يتابع المريض طبيبه ويوزن له جرعات الأنسولين وموعد الوجبات. وزي ما تكلمت توزيع الوجبات ونظام الوجبات على أكثر من فترة يساعد في أن المريض يقدر يصوم بأريحية. أكيد. واللي يعاني كمان من مشاكل الضغط وكوليسترول، هذا لازم يأخذوا أدوية الضغط، أدوية الكوليسترول. اللي يعانوا من مشاكل ربو، لازم كمية السوائل ما تقل في الجسم، لأن هذا الشيء يزود من الكحة والجفاف بس دكتورة أحيانا المضاعفات ما بتكون آنية وفورية، بتكون بعد رمضان، وحينها بيكون الخلل يعني. فكيف من الممكن إحنا نقنع هذا المريض؟ أحيانا عدم تقبل المريض للمرض بحد ذاته يعتبر مشكلة، ويعتبر من ناحية أنا بخير وأنا أقدر أصوم وأقدر أسوي كل حاجة. صحيح. فأحيانا من ناحية نفسية كيف من الممكن أن نوجه هذا المريض بأن يلتزم بكل ما يوصى عليه
عليه من قبل الطبيب؟ نوجهه بأن إحنا أول حاجة نفهمه أنه يوزن موعد نظام الوجبات، نفهمه كمية السوائل اللي يأخذها، نفهمه أنه يأخذ أدوية بشكل منتظم وبجرعات محدودة. إذا هو إذا حصلت له اضطراب، إذا حصل اضطراب للمريض أيا كان، مريض كلى، مريض ضغط، مريض كوليسترول، لازم يوقف فترة معينة، يوم أو يومين في الإفطار، بعدين يباشر مرة ثانية من جديد صيامه ويكمل شعائر الدين اللي هو حاب يكملها من ناحية صيام وقيام. لكن أهم حاجة الآن أنه يعرف أنه في نقطة مهمة اللي هي ترتيب نظام جسمه من حيث جرعات الأدوية ومن حيث مواعيدها، لأن هذه تأثر بكثير في عدم استمراريته في الصيام. ربما هي ثقافة مثل ما تفضلتي دكتورة، أنه على أصحاب الأمراض المزمنة وأهاليهم أنهم يحاولوا يفهموا أنه الموضوع هذا تستطيع أن تتعايش معه، لكن بطرق معينة واتجاهات محددة على الواحد أنه يلتزم فيها. وقت اللقاء انتهى، نشكرك جزيل الشكر الدكتورة ملك الحميري، أخصائية علاج طبيعي وتغذية، وكل عام وأنت بخير مرة أخرى. شكرا لك دكتورة ملك. إذن علي، إرادة الحياة لهؤلاء المرضى حاضرة، ورغم كل ما يعانونه إلا أنهم يتعايشون مع المرض، ونتمنى أن يستمعوا يلتزموا بكلام الدكتورة ملك التي أعطتهم جرعة كبيرة من النصائح ليتعايشون مع هذا المرض. إذا مشاهدينا الكرام، ننتقل معكم لمحطتنا التالية وإلى مدينة شقرة الساحلية. يعد مسجد عمر محسن أحد المساجد القديمة التي يعود تأسيسها لأكثر من 100 عام، والذي تم إنشاؤه في مدينة شقرة الساحلية بمحافظة أبيان. بالفعل هالة، هذا المسجد مشاهدينا يعتبر واجهة أبناء المدينة الدينية والتاريخية، حيث يعتبر أحد المعالم اللي تشتهر بها المنطقة. يتوافد كثير من المواطنين إليه لأداء فريضة الصلوات، إحياء أيضا المناسبات الدينية خاصة في شهر رمضان. جهزنا لكم مادة عن هذا المسجد نشوفه سويا، ثم نرجع لاستكمال هذا البرنامج. يعتبر مسجد عمر محسن بمدينة شقرة الساحلية أحد المساجد الأثرية القديمة الذي يعود تاريخ بنائه أكثر من 100 عام. ومثل المسجد واجهة تاريخية ومعلما دينيا شهدته أجيال المدينة جيلا بعد جيل. ويتميز المسجد بتصميمه البسيط وتفاصيله الفريدة، حيث بني من الأدوات القديمة، وتغطي واجهته الخارجية الأحجار التي تم تنظيمها بشكل متساوي. ويحوي المسجد على مقتنيات قديمة يجدها الزائر معلقة على جدران المسجد، إضافة إلى المسابح والمجامر أو المجمرة التي يوضع فيها البخور للمصلين. هذا مسجد عمر محسن، بني في مدينة حافت السادة، قديم الزمان، يعني تقريبا في 1800 وشوي، الآن له قريب 100 عام وأكثر. وهذا المسجد أثري وله يعني كانوا يقوم الناس فيه بالصلاة، ولا زال للآن إلى هذه اللحظة. ويعد المسجد واجهة أبناء المدينة لكونه أول مسجد بني في المنطقة، وقد خضع المسجد لعديد من التجديدات والترميمات على فترات متفاوتة. ويتوافد المواطنون إلى مسجد عمر محسن بمدينة شقرة لأداء فريضة الصلاة، ويحيون فيه المناسبات الدينية خصوصا في شهر رمضان المبارك الذي له أجواءه الخاصة، حيث يلتقون فيه ويفطرون ويؤدون شعائر الصلاة والتراويح في طابع إيماني تسوده المحبة والتسامح. يأمل القائمون على المسجد بإعادة تأهيله مع مراعاة الحفاظ على معالمه المميزة، حيث أنه لم يرمم منذ سنوات طويلة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع انضم إلينا عبر الهاتف وسيم الجولي القائم بأعمال المسجد. حياكم الله في الديوان أستاذ وسيم. أيوة، مرحبا بك ورمضان كريم. السلام، أهلا بك. إذن أستاذ وسيم،
وأنت بخير بإذن الله. التقرير تحدث عن مسجد عمر والذي يعد من أقدم المساجد في مدينة شقرة، لو تحدثنا أكثر عن تاريخ هذا المسجد. حوالي 150 سنة عمر المسجد، وتم بناه بشكل لبن عام 1880 في زمن السلطان على الفضل، حيث قام الداعي عمر محسن السقاف ومعه أهل الخير كثير بعمل المسجد، والذي أتى من حضرموت وتم تحديثه لأكثر من مرة. آخر عمل المسجد بشكل الحالي تم في عام 1965 من قبل السيد عمر أبو بكر فداق العدني، ويوجد رابط للداعية السيد عمر محسن يمين المسجد حيث يوجد قبرة وهو علامة بارزة للعام. أستاذ وسيم، أستاذ وسيم، نشتي منك الآن تحدثنا عن العادات اللي تقام والطقوس اللي تقام داخل هذا المسجد خاصة في شهر رمضان. أعطينا وأعطي السادة المشاهدين بعض هذه الطقوس اللي تقام في هذا الجامع. نقوم بعد صلاة العصر بأدعية وبأرواح بطاني، نقوم بها من بعد صلاة العصر إن شاء الله. طيب وكذلك بعد صلاة التراويح. كمل. أيوة وكذلك بعد صلاة التراويح يعني نقرأ أدعية عن الخلفاء الراشدين الأربعة. جميل صحيح. جميل بخصوص وسيم أيضا مسجد عمر محسن في مقتنيات تاريخية عريقة، إلى كم يعود تاريخ هذه المقتنيات؟ حدثنا عنها بتفاصيل أكثر. تاريخية يعني تاريخية في برضه عندنا هنا قبور يعني مع الزمن هذا قد ما تبان لك، يعني عام 1865 حوالي عام 1880. نعم. وفي برضه في عندنا قبور مع الزمن هذا انتهت، وفي برضه معالم عندها روابط موجودة في المسجد ما زالت. طيب يا وسيم، الجهات الرسمية وزارة الأوقاف اللي تهتم بمثل هذه الأماكن، هل تهتم بهذا المسجد، تحاول ترميمه، تحاول إعادة بناء ما تهدم منه، هل هناك أي اهتمام بهذا المسجد؟ هذا على تعيين خير، أما اهتمام الأوقاف ما أوقف ماشي للأسف. نتمنى من الجهة المسؤولة وزارة الأوقاف والإرشاد وهي معنية بهذا الشيء أن يعني تلتفت لهذا الجامع وغيره من الآثار. هبة، نعم. إذن أستاذ وسيم الجولي نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. إذن علي، تعتبر المساجد آية في الفن الإسلامي المعماري، ولربما ارتبط تاريخها بالفن المعماري الحميري في اليمن، ولكن لا يكون هناك التفات لمثل هذه المساجد وهذا الإرث التاريخي الذي تتميز به بلادنا، ولكن ما نرجو بالفعل هو الالتفات من قبل الجهات المختصة. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود. يا أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى برنامجكم الرمضاني ديوان رمضان على شاشة المهرية. في المحطة التالية في هذه الحلقة بنتوقف مع أحد أعلام اليمن، سياسي بارع وبرلماني عنيد واقتصادي فذ، مثل اليمن أيضا في محافل عالمية كسفير للجمهورية اليمنية. هلا. نعم علي، شخصيتنا لهذا اليوم هو رجل يجمع عليه اليمنيون بأنه رجل دولة وشخصية نظيفة عمل لأجل اليمن في كل مراحل حياته. في هذا الربورتاج نتابع نبذة عن هذه الشخصية الاستثنائية.
فرج بن غانم وزير دبلوماسي برلماني واقتصادي، ولد في مدينة غيلبة وزير بمحافظة حضرموت عام 1937، وفيها درس الابتدائية والإعدادية. انتقل إلى السودان لإكمال دراسته الثانوية، ثم التحق بجامعة الخرطوم لدراسة الاقتصاد. درس الماجستير في مدينة وارسو ببولندا عام 1975، ونال درجة الدكتوراه في الإحصاء عام 1978. تلقى العديد من الدورات في بريطانيا وأمريكا في مجالات الاقتصاد والإحصاء والإدارة المالية والتنمية. عمل بداية في وزارة المالية، ثم نائباً لوزير التخطيط، ثم عضواً في مجلس الشعب الأعلى عام 1978. عين وزيراً للتخطيط عام 1979، كما عين عضواً في مجلس النواب ووزيراً للتخطيط في أول حكومة بعد تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990. في العام 1994 عين مندوباً لليمن لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف. في العام 1997 تم تعيينه رئيساً للوزراء، فعمل على أن يكون معيار تشكيل الحكومة هو الكفاءة والنزاهة. وحينما لم يتمكن من تحقيق ذلك قدم استقالته من رئاسة الحكومة، فقد كان يرى المنصب تكليفاً لا تشريفاً. سجل مواقف عديدة، وكان واحداً من الذين قالوا لا للفساد، لا للظلم، لا للفوضى. قدم مصلحة الوطن والمصلحة العامة على المصالح الخاصة. في العام 2002 عين سفيراً ومندوباً لليمن لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، كما عين في العام نفسه سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية اليمنية لدى الاتحاد الفيدرالي السويسري. وفي الانتخابات الرئاسية التي أجريت في العام 2006 بحث تكتل اللقاء المشترك لأحزاب المعارضة حينها عن شخصية وطنية نزيهة لترشيحها للانتخابات الرئاسية، فكان الدكتور فرج بن غانم في مقدمة تلك الشخصيات، لكنه اعتذر بسبب وضعه الصحي. توفي في شهر أغسطس 2007 بجنيف عن عمر ناهز 70 عاماً، ودفن في مقبرة الشهداء بصنعاء. إذن علي، هذا الرجل الذي أجمع عليه العالم بأنه رجل الإجماع الوطني ورمز الوطنية والهوية أنذاك. علي، نعرف أن فرج كان رئيس وزراء الجمهورية لعام 97، ومن ثم استقال. أتعرف علي لماذا استقال؟ لأنه قدم مجموعة من الإصلاحات إلى السلطات العليا فرفضوها، ومن ثم استقال لأنه ومن هنا هالة تنهض الدول. تنهض الدول. كيف نهضت هذه الدول في هذا العالم؟ إلا من خلال الأشخاص النظيفين اللي همهم في الأول والأخير ليس المنصب وليس المال وليس الجاه، وإنما مهمتهم في الأول والأخير نهضة البلد. بالفعل علي، واليمن تفتقد لشخصية كشخصية فرج بن غانم، فأمثاله يعني رحمه الله. نعم، واليمن أيضا ولادة في ذات الموضوع. مشاهدينا، ننتقل إلى المحطة التالية لهذا البرنامج، ونستعرض فيها إحدى المبادرات، حيث تمثل المناظرات الشبابية إحدى أهم الوسائل اللي تساعد الدول على تجاوز آثار الحرب، وذلك من خلال ترسيخ قيم الحوار وتقبل الآراء ونبذ لغة الحرب والسلاح. وفي بلادنا اليمن اللي ما زالت تعاني من الحرب المدمرة في كل بقاعها. نعم علي، مؤسسة مناظرات اليمن تأسست في العام 2019، نفذت العديد من المشاريع والبطولات داخل اليمن وخارجه، لكنها تعاني من صعوبات وتحديات كثيرة ما زالت تقف أمامها. تفاصيل أوفى حول هذه المبادرة في التقرير التالي، ثم نعود للنقاش. في بلد كان سعيدا وأصبح اليوم حزينا، تتقاذفه الأزمات من كل اتجاه، وفي ظل واقع محلي بالغ التعقيد من النواحي الإنسانية والسياسية والاجتماعية والثقافية، تبرز الحاجة إلى مبادرات ومشاريع تعمل على انتشال الشباب إلى وضع أفضل حالا وآفاق أكثر اتساعا ورحابة. شبكة مناظرات اليمن إحدى هذه المبادرات الرائدة التي تسعى للمساهمة في إعداد جيل قيادي يساهم في إخراج اليمن من مشاريع التطرف والاقتتال إلى مشاريع الوعي والتعايش والتنمية والبناء.
انطلقت مناظرات اليمن لتساهم في إبراز الوجه الحضاري لليمن ولتواكب العصر الحديث، عصر البحوث والنقد والتحليل واحترام الرأي والرأي الآخر. تسعى مناظرات اليمن للابتكار والريادة في مجال المناظرات وتعليمها، وتهدف إلى ترسيخ قيم الحوار والتعايش والمواطنة المتساوية، وتفعيل دور القانون وحقوق الإنسان، وتطوير مهارات الشباب اليمني الفكرية والمعرفية والقيادية عن طريق العديد من البرامج والمشاريع النوعية والمميزة. فن المناظرة هو الفن الأرقى الذي توصل إليه البشر اليوم من لغة تخاطب وتحاور وتفاهم وحل مشكلات، ولأهمية وقيمة هذا الفن أصبح اليوم يدرس كمادة في بعض الجامعات العالمية والمدارس، وأصبح له بطولات تنافسية كثيرة سواء في الشرق الأوسط مركز مناظرة قطر أو غيره من المراكز العالمية الموجودة في كل بلاد العالم. نحن هنا نسعى في اليمن لترسيخ فكرة هذا الفن وإدخاله بالطريقة التي تتيح للناس لغة تحاور وتعايش وتفاهم بعيدا عن لغة التعصب والاقتتال والتناحر. كان الفريق الفائز بتصويت 5-2 هو فريق المعارضة في اليمن. قامت الشبكة بتنظيم العديد من بطولات المناظرات داخل اليمن، كانت آخرها بطولة تعز الأولى لمناظرات الجامعات والتي شاركت فيها 7 جامعات. كما نظمت الشبكة بطولات للطلاب اليمنيين في تركيا وماليزيا وغيرها من الدول، وشارك العديد من محكمي الشبكة وأعضائها في العديد من المناظرات العربية والدولية. نريد أن نوصل صوت اليمن، صوت الطالب اليمني أو الشاب اليمني، يعني من وإلى العالم. قامت الشبكة طبعاً العديد من الفعاليات والبطولات سواء على مستوى بطولات دولية أو بطولات محلية أو مناظرات جماهيرية أو تقديم خبرات واستجارات. كان آخرها بطولة تعز الأولى لمناظرات الجامعات كأول مناظرة على مستوى تعز واليمن، نهدف من خلالها إلى ترسيخ ثقافة الحوار والنقاش البناء في أوساط المجتمع اليمني، ومناقشة مشاكلنا وقضايانا بروح بعيدة عن التعصب والتحزب والأعمى، وعرض وجهة النظر في إطار احترام الرأي الآخر. على الرغم من أهمية ثقافة المناظرات، إلا أن هناك بعض التحديات والصعوبات تكمن أهمها في ضعف معرفة كثير من أبناء المجتمع بهذا الفن، أو الخلط بين المناظرات والجدال العبثي. وتسببت جائحة فيروس كورونا في الحد من البرامج والمشاريع التي كانت الشبكة تسعى لتنفيذها، لكنها استغلت ظروف لإقامة وتنفيذ العديد من الورش والبطولات على الفضاء الإلكتروني. وتعاني الشبكة من ضعف في تمويل مشاريعها وعدم وجود داعمين بشكل دائم. بنفهم أكثر حول هذه المؤسسة والمبادرة والشبكة أيضاً مع ضيفنا في الأستوديو، منسق البرامج والمشاريع في مؤسسة مناظرات اليمن الأستاذ محمد الرجوي. أستاذ محمد، أهلاً بك، كل عام طيب وشهر كريم. أستاذ محمد، ورمضان كريم علينا وعليكم. شكراً جزيلاً لكم. أول شيء نريد منك أن تعطينا نبذة عن هذه المبادرة وهذه الشبكة. اليمنيون تقريباً مش منتشرة عندهم هذه الفكرة، فأعطينا في البداية نبذة عنها. أولاً شكراً جزيلاً لكم على الاستضافة. حقيقة هذه المبادرة أول بذرة لها كانت في العام 2013، عندما يعني بدأت أنقل هذا الفن إلى اليمن بعد أن فزنا بالبطولة الدولية الأولى للمناظرات التي كانت في قطر. هذا الفريق الذي فاز هو مكون من 3 شباب يمنيون، كل يعني اتجه في مجاله، وأنا عندما عدت إلى اليمن في تلك الفترة بدأت أنشر هذا المجال في اليمن. في عام 2013 أقمنا أول بطولة للمناظرات في اليمن، كانت في جامعة العلوم والتكنولوجيا في العاصمة صنعاء، ومن هناك بدأ الناس يفهمون ما هي المناظرات وما أهميتها ولماذا يجب أن تكون هناك مناظرات. أيضا لو لاحظنا من تلك الفترة إلى الآن استطاعت مثلا جامعة العلوم والتكنولوجيا أن تقيم بطولة بشكل سنوي، الآن أقامت البطولة الخامسة. أيضا في المدارس أيضا نشطت الشبكة في عمل الكثير من البطولات داخل المدارس. كيف شفتوا ردود الفعل مع هذه المبادرات الغريبة على المجتمع؟ أو اللي مش موجودة في المجتمع بكثرة. صحيح، يعني في البداية قد يكون الموضوع غريب وتقبله يعني ليس بالأمر السهل، خاصة عندما يتكلمون عن مناظرات يظن الكثير أنها مناظرات دينية أو أنها مناظرات يعني قد تكون سياسية أو بشكل معين، لكن نحن عندما نقدم هذه المناظرات نقول نحن هذه المناظرات تكون حلا بدلا من المشاجرات.
يعني دائما نخوض كثير من النقاشات في حياتنا اليومية، فنحن نقول هذه المناظرة تهذب هذا النقاش الذي نحن بصدده. في البداية قد يكون الأمر صعبا، لكن عندما يبدأ ينتشر تبدأ الجولة البطولة الأولى والثانية والثالثة، بالعكس وجدنا تقبل كبير لهذه الأنشطة خاصة في فئات الشباب وطلاب الجامعات والمدارس، يرحبون بها كثيرا. حجم تقبل كثير لهذه المبادرة. حدثنا أكثر، كم عدد المضويين تحت هذه المؤسسة؟ وهل أنشطتكم فقط في اليمن أم خارجها؟ نعم، المؤسسة تنشط في 3 دول بشكل رئيسي، في اليمن وفي ماليزيا وفي تركيا، وذلك بسبب وجود المدربين المتخصصين في هذه 3 دول. لكن أكثر نشاط المتواجد هو متواجد في اليمن، حيث نقيم بطولات بشكل سنوي. لو أخذنا على سبيل المثال العام 2020، أقامت الشبكة العديد من الأنشطة، يعني أكثر من 45 نشاط ما بين ورشة تدريبية وبطولة ومناظرات جماهيرية ومناظرات ودية، وأيضا مشاركة في بطولات دولية. الشبكة لديها العديد من الحكام الذين يشاركون في بطولات أخرى، سواء في التحكيم أو في تدريب المتناظرين في الدول الأخرى. فخلال عام 2020 حقيقة كان زاخرا بالكثير من الأنشطة في مجال المناظرات. نعم، رغم وجود كورونا، صحيح. يعني هو كورونا كان بالنسبة لنا فرصة، لأنه انتقلنا إلى الفضاء الإلكتروني واستطعنا أن نقيم الكثير من المناظرات. في تركيا أقمنا 3 بطولات، وكان أسهل حتى من مسألة السفر وغيره، بالنسبة للجوازات اليمنيين صعبة يسافروا أكثر من مكان. جميل، قبل الهوى كنت تحدثني عن مشاكل تعانوها أنتم في المؤسسة فيما يخص ترسيم أو رسمية هذه المؤسسة. هل هناك بوادر إن شاء الله في المستقبل القريب بيكون لديكم جهة أو تكونون جهة رسمية؟ نحن بالفعل بدأنا في هذه الخطوات بشكل جدي، وأولا يعني أصبح عندنا الهيكل الرئيسي للمؤسسة مناظرات اليمن واضح، وقدمنا أوراقنا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأنا ننتظر فقط الموافقة وأن تصبح هذه المؤسسة مؤسسة رسمية. وبالرغم من ذلك طبعا نحن نشيطون جدا على الأرض، فقط نحتاج إلى هذا الموافقة الرسمية لكي نكون أكثر نشاطا ويكون لنا تقبل أكثر على الأرض. الأمل أن ترى هذه المشاريع النور على أرض الواقع، ولكن هل من جهة رسمية أو غير رسمية تقوم بدعمكم من أجل الاستمرار في هذه الأنشطة؟ حقيقة هذه أكبر مشكلة تواجهها مناظرات اليمن، في عدم وجود مؤسسة معينة سواء رسمية أو غير رسمية لتبني هذه الفكرة. المبادرة ما زالت مبادرة شبابية بجهود أعضائها، يعني دائما ما نبحث، إذا عندما نقوم ببطولة نبحث عن مال لتغطية هذه البطولات، أو عن خاصة الجوائز، يعني نحن نعمل بطولات ونقدم جوائز سخية. فهذه أكبر مشكلة نواجهها في الفترة الحالية، ونحاول أن نحلها في الفترة المقبلة عبر يعني سواء الجهات الرسمية أو غير الرسمية التي ننتظر منها أن تنظر إلى هذه المبادرة. الباب مفتوح لي أنا وهالة بالانضمام مثلا؟ بالتأكيد، هذه المناظرات من اسمها هي شبكة مناظرات اليمن، في الأخير كل يمني يحق له المشاركة في هذه البطولة إن شاء الله، أينما كان سواء في الداخل أو في الخارج. إن شاء الله في لقاءات قادمة نتوسع أكثر في هذا الموضوع. نشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد الرجوي، منسق البرامج والمشاريع في مؤسسات مناظرات اليمن، ونتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا لكم وشهركم مبارك مرة أخرى. يا رب. إذا علي، الحرب ومالتها كبيرة جدا ومأساوية، لكن نوع جديد من هذه المبادرات نافذ الضوء. نعم. مع الشباب، الله يعينهم إن شاء الله ويوفقهم. إذا مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى محطتنا الأخيرة في جلسة اليوم، وفيها نتوقف في الفقرة الطبية والتي من خلالها نتعرف على نصائح للسيطرة على حروق الشمس، فلنتابع.
وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة من ديوان. شكرا لكم أينما كنتم على طيب المتابعة. الكلمة الأخيرة لهالة. نعم علي، نتمنى أن يكونوا مشاهدينا الكرام قد استفادوا واستمتعوا بفقرات ديوان رمضان لهذا اليوم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، في أمان الله. إلى اللقاء.